أهلا بكم إلى النشرة المحلية من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. وزارة شؤون مجلس الوزراء تشيد بالمبادرة الشعبية والأهلية للتعايش السلمي بولاية غرب دارفور. السلطات تقر بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس. سلطة الطيران المدني تمدد إغلاق المطارات الداخلية أمام رحلات الركاب الداخلية والدولية حتى 28 من يونيو. أهلا بكم. أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس بالمبادرة الشعبية والأهلية للتعايش السلمي والتوافق المجتمعي بولاية غرب دارفور. جاء ذلك لدى لقائه والي غرب دارفور ربيع عبد الله، حيث اطلع وزير شؤون مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع في الولاية، لا سيما موضوع المصالحات المجتمعية والمبادرات الشعبية والأهلية للتعايش السلمي. كما تناول اللقاء عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة وأوضاع اللاجئين والعودة الطوعية للنازحين، وأشار إلى جانب دور الإدارة الأهلية في تحقيق المصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي، فضلا عن الاستعداد لإنجاح الموسم الزراعي وضرورة فتح المسارات والمراحل. وأوالي غرب دارفور على توفر الإرادة القوية لمجتمع الولاية لإنجاح الموسم الزراعي. طالب مواطنون بجنوب دارفور السلطات بفتح المسارات ومناطق الرعي التي تم التغول عليها قبل تحرك البادية نحو المخارف خلال موسم الخريف الذي بدأت تباشيره بالولاية، وطالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية وفرض الاستقرار لضمان نجاح الموسم الزراعي، فيما دعا مشاركون في ملتقى محليات شمال الولاية لضرورة سن القوانين التي تمنع زراعة مسارات الرحل مع مراجعة كل المسارات وتشكيل دوريات للمراقبة، وذلك لاستقرار حياة المجتمع الزراعي لضمان نجاح الموسم الزراعي. على الرغم من تقلبات الأوضاع في السنوات الأخيرة في دارفور، إلا أن العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية ظلت متماسكة لاستنادها على الإرث التاريخي لتواصل الأجيال بحسب علاقة الجوار وتبادل المنافع. فالناس هنا القاسم المشترك بينهم هو الرغبة في زوال كافة مسببات النزاع وصولا إلى فضاءات الاستقرار الآمن في أراضيهم المعطاءة. من أساس قمنا لقينا أبهاتنا الكبار ده مسارات ماشي كده وماشي كده وماشي كده، في قدام لما تمشي قدام في ناس طبعا صو زراع بكون في محلات مقفلة ديك، وبعد داك ده كله يفتوه أديل دخري أي زول مثلا زاري في المرهال يفتوه. أنينا دايرين عافة والسلام ودايرين أمني ودايرين المسارات يفتوهم وما دايرين أي زول يجي يمشي في زر زول. ارتباط الرعاة بحركة البادية بصورة موسمية نشاط ظلت تعتريه الكثير من العثرات ومشاكل التعدي على المسارات، مما أوقعهم في دوامة من المشاكل والاحتكاكات مع المزارعين، واقع ينتظر الحل المستديم للحفاظ على استقرار الثروة الحيوانية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد القومي. كناس مواطنين ورعاة نحن يعني نتمنى أول حاجة يكون يفتح لنا الصواني حقت الرحل اللي بيجوا ينزلوا عشان ما يكون في احتكاكات وفيها مشاكل وكده، دي الناسي دايرينها ودايرين يكون الأمن يستتب. استعدادات مبكرة وتلف المخاطر واحدة من أهم عوامل نجاح المزارعين في الولاية في ظل تلايش الشكاوى وتبادل الاتهامات بين المزارعين والرعاة حول التعدي على المزارع وزراعة الصواني والمراحيل، هي ذات القضايا التي تنادى لها المشاركون في ملتقى مرشنج. ومصاحبة البوادي أثناء النشوق والعودة، تفعيل دور القوانين والأعراف لتفادي مسائل التصدي ومسائل التعدي على المزارع أو الاحتكاك، تفعيل تمكين رجال الإدارة الأهلية ماديا وقانونيا وحركيا، إنشاء الحفائر والسدود. هنا تداعى نفر من المزارعين والرعاة والمختصين لبحث الحلول الممكنة في هذا الملتقى لمحليات شمال الولاية معالجة لظاهرة نزاع المزارع والراعي، مع التزام السلطات برعاية وتنفيذ التوصيات وفرض المزيد من الإجراءات تجاه المخالفين. نحن بعد المؤتمر ده من توصياته حنزل أمر طوارئ، أي زول يتعدى على حقه كان مزارع ولا راعي من هسه جماعة نتفق عليه وعندنا قانون بلاه الزول اللي حصل الشغلانية دي ولا يسأل بباديته ولا يسأل بزراعته يمشي طوارئ يسلم نفسه. بعد يتحرك من المصايد بحر الجبل
لحد المخارف لو في اقصى منطقه الملم او في وادي عور دائما تمشي ان شاء الله لا فاقد ولا مفقود. وتظل قضية المسارات والمراحيل واحدة من القضايا التي تثير النزاعات دائما في هذه المناطق إن لم تجد حماية من التعدي الزراعي لتأمين حركة قطاع الثروة الحيوانية في هذه الولاية. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية مرشنج. أقر عضو مجلس السيادة الصديق تاور بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للجائحة. وفي الأثناء قدمت خلال فعاليات ورشة مراجعة وتقويم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا بقاعة الصداقة أمس قدمت عدد من تقارير الأداء حول وضع الأسواق والمواصلات والأوضاع الاقتصادية، كما قدمت التقارير مقارنات حول التجارب بالبلاد المجاورة، وذلك من أجل التكيف مع الواقع المفروض. وأوصت الورشة بأهمية العودة الآمنة والمتدرجة للعمل والإجراءات التي يجب أن تصاحب العودة، لا سيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة الحياة المختلفة. قدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عقد هذه الورشة بعد مضي 3 أشهر بالضبط على بداية أول يعني ظهور لحالة موجبة في السودان منذ 13 مارس الماضي، وما تبع ذلك من يعني تدابير وإجراءات صحية تحت عنوان الطوارئ الصحية. ويعني بعد مسيرة 3 أشهر كان لابد من وقفة لمراجعة ما تم وقراءة ما يمكن أن يتم في أو ما ينبغي أن يكون عليه الحال. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة، منها 66 حالة إصابة داخل ولاية الخرطوم بحسب التقرير الوبائي ليوم الخميس 11 من يونيو. وبحسب التقرير ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الوباء إلى 7007 إصابة، منها 5351 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 447 وفاة، فيما تماثلت للشفاء 140 حالة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 2556. ونوهت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات والالتزام بقوانين الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل. استقبلت ولاية نهر النيل قافلة طبية وصحية مقدمة من قوات الدعم السريع دعما للولاية في إطار مكافحة جائحة كورونا. وأوضح قائد الحملة الطبية لولايتي نهر النيل والشمالية زاهر محمد الأمين أن القافلة تشتمل على معينات طبية وصحية من المعقمات والمطهرات بجانب برامج لإصحاح البيئة وحملات للتعقيم والرش الضبابي. ولفت إلى أنها بدأت مباشرة بحملة لتعقيم أسواق الدامر والمستشفيات. وجدد زاهر باسم الدعم السريع الإشادة بكوادر الجيش الأبيض والمتطوعين، وأكد بأن حملة التصدي لجائحة كورونا جسدت ملحمة وطنية من برامج الدعم والمؤازرة التي شهدتها بعموم ولايات البلاد. وإن شاء الله حنقدم خدمة لتعقيم وتطهير محليات ولاية نهر النيل، بدءا بمحلية الدامر ثم عطبرة إلى أبو حمد، وحنرجع جنوبا بإذن الله إلى محلية شندية المحلية الجنوبية لولاية نهر النيل. بإذن الله حنقدم بعض المعينات كهدية من السيد غايد قوات الدعم السريع لمحليات الولاية المختلفة لإعانة المحلية أو المحليات لإعانة المحليات في مواصلة العمل الذي سوف نقوم به في الولاية. من جانبه أكد والي نهر النيل بالإنابة خالد حسان أن مشاركات ودعم قوات الدعم السريع للتصدي لجائحة كورونا تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في ظل الأوضاع الصحية الحالية، وأبان أن القافلة سوف تغطي بمعيناتها كافة محليات الولاية المختلفة. في إطار مجهودات الدولة لمكافحة جائحة كورونا، ونحن الآن بنعتبر نفسنا في عز الانتشار المجتمعي، فالغافلة جاءت في الزمن المناسب
ومن خلال البرامج اللي طلعنا عليها في الاجتماع سي ان شاء الله حتكون عندها مردود كبير، ونحن من جانبنا كحكومة ومجتمع في الولاية حنقدم لهم كل دعم ممكن حتى تطلع بالنتائج المرجوة لحصر هذا الوباء. مددت سلطة الطيران المدني إغلاق مطار الخرطوم الدولي وبقية المطارات السودانية أمام رحلات الركاب الداخلية والدولية حتى 28 من يونيو، وأوضحت أن القرار يبقي على الاستثناءات الواردة السابقة وتشمل رحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني ورحلات الشركات العاملة في مجال البترول ورحلات الدول لإجلاء رعاياها من البلاد. وفي شان متصل قال الناطق الرسمي باسم شركة مطارات الخرطوم محمد المهدي لباج نيوز إن مسؤولية المطار تتمثل في دخول جميع العالقين، أما تصنيفهم سواء كانوا دبلوماسيين أو مرضى أو غير مهام جهات أخرى، وأن المطار معني بوصول الطائرة وليس عملية التصنيف للعالقين. بدأ بالسبت الانتشار الأمني للقوات النظامية المختلفة في معابر ومداخل ولاية الجزيرة تنفيذا لموجهات وقرارات لجنة أمن الولاية بالإغلاق التام لمجابهة جائحة كورونا. وشدد والي الجزيرة أحمد حنان على التزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وقرارات لجنة أمن الولاية بالحظر التام للولاية لحماية إنسان الجزيرة من جائحة كورونا، وطالب الوالي القوة المشتركة لتأمين إغلاق المعابر والمداخل بعدم التهاون والتطبيق الصارم لكل قرارات وموجهات لجنة أمن الولاية ولجنة الطوارئ الصحية بالولاية. أكملت هيئة آل مكتوم الخيرية برنامج مساعداتها للسودان للوقاية ومجابهة مرض كوفيد-19 المستجد بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. وكان مطار الخرطوم قد استقبل طائرة شحن على متنها مساعدات طبية لوزارة الصحة السودانية لمجابهة الوباء والوقاية منه للكوادر الطبية في الرعاية الصحية وللشعب السوداني. وقام فريق متخصص من سفارة الدولة وعلى رأسهم حرم سفير الدولة لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي بتوزيع كمية من ملابس الأطفال هدية من الهيئة لمجموعة كبيرة من المستفيدين من الأطفال. وتم التوزيع بحضور مسؤولي مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان وعدد من المسؤولين في المناطق التي تم التوزيع فيها بولايتي الخرطوم والشمالية. طالب المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الجهات ذات الصلة ببرامج معاش الناس عمل أسواق للبيع المخفض والجمعيات التعاونية، كما أشار إلى ضرورة إحكام التنسيق بين لجان قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة لدورهم في الرقابة وانسياب الخدمات. كما طالب إدارة النقل والبترول بوضع مقترح لتعريفة جديدة للمواصلات وضبط ومنع حالة تجزئة الخطوط، وشدد على ضرورة تفعيل عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير معينات وأدوات السلامة للعاملين بتلك المرافق. وناقش الاجتماع ترتيبات المحلية لما بعد رفع الحظر الصحي، وأمن على تحديد الأولويات التي يبدأ بها التدرج في رفع الحظر. شكى عدد من المصدرين والموردين من تعطل آليات المناولة في ميناء بور سودان مما تسبب في تعطيل حركة الصادر والوارد بالبلاد. وكشف الأمين العام للجنة التسييرية لغرفة المصدرين نادر الهلالي عن تعطل حركة الصادرات والواردات نتيجة لعدم توفر الآليات الكافية في عملية المناولة وتعطل عدد من الكرانات الجسرية مع قلتها. وشدد الهلالي على أهمية إعادة النظر للميناء باعتباره أهم موارد الدخل القومي مما يستوجب إحسان إدارته. تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية جنوب دارفور من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والبذور ضمن الحملة الصيفية الاستباقية لمكافحة ومنع زراعة المخدرات بمحلية الردوم. وقال مدير شرطة الولاية صلاح الدين أحمد الزين إن الحملة غطت أكثر من 80% من المساحات المستهدفة وتمكنت من ضبط كميات مقدرة من البذور المعدة للزراعة فضلا عن المخدرات الجاهزة. وأشاد بجهود إدارة مكافحة المخدرات بجنوب دارفور في تحقيق هذا الإنجاز، وأكد دعمه للإدارة وتوفير كافة المعينات لها حتى تطلع بدورها في محاربة المخدرات. النشرة المحلية متواصلة معكم وفيها بعد قليل. السلطات بولاية النيل الأبيض تؤكد سعيها لتوفير مياه نظيفة ونقية.
أهلا بكم من جديد. اطلعت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية سارة فتح الرحمن بولاية النيل الأبيض خلال زيارة الميدانية لمحطتي قولي والفشاشوية بمحلية قولي على المشاكل التي تعترض سير العمل، وأكدت سعي الوزارة الدائم لإيجاد مياه شرب نقية صالحة للشرب ومعالجة بالكلور، وذلك لتقليل الأمراض المنقولة بواسطة المياه التي من المتوقع أن تحدث خلال فترة الخريف. وقالت إن الوزارة ستعمل على دعم المحطتين حتى يتواصل العمل في خدمة مياه ترضي تطلعات إنسان المنطقة من مياه نظيفة ونقية. تأثرت قطاعات واسعة بانقطاع وانعدام مياه الشرب بمدن وقرى ولاية النيل الأبيض، حيث اشتكى مواطنون بمحلية قولي من توقف العمل في محطتي المياه بقولي والفشاشوية بجانب معاناتهم في الحصول على مياه نقية. وتبذل السلطات المختصة جهودها من أجل توصيل الإمداد المائي وتنقية المياه تلافيا لأمراض قد تنتشر في أيام قادمة. هكذا تبدو المياه في محطة قولي، وكذا الحال في الفشاشوية ومناطق أخرى بولاية النيل الأبيض. يشرب المواطن والدواب من هنا منذ فترة كدرا وطينا، ورغم بعدها من النيل سوى أمتار قليلة تعاني محطة قولي من مصاعب فنية وربما إدارية، ومواطن يشكو من توقفها وينتظر حلولا حكومية قد تأتي. الموية بتحتاج لفرتلة والشبكة متكسرة حاليا، نفس البابور بعد يجي فالموية بتكون طالعة، وبعد البابور يجي فالمية حتنزل لنا في هناي في الخراطيش حنشربه في سالات مائية. أستعين الدكتور صديق في سالات مائية كمية راكدة، والموية مو موفرين جاز بس الهيئة نهائيا. نحن أستي آخر مرة جابوا لنا جاز يوم 10 رمضان. ومع موسم هطل الأمطار تتجدد معاناة المواطنين بمحلية قولي كل عام في الحصول على مياه صالحة للشرب، في وقت تسعى فيه السلطات الصحية في تنقية المياه، وتحذيرات أخرى من موجة جديدة للإصابة بالإسهالات المائية كما حدث في السنوات الماضية. بس اللي بيحصل إنه كوزارة الصحة بنوزع كلور للسكان في المحلية، لكن ده ما حل. إحنا عايزين في النهاية المحطة تشتغل، في محطتين كبار جاهزين مفروض يشتغلوا عشان نقلل من زي ما بقولوا من الإسهالات اللي ممكن تحصل. برضو إحنا بنناشد المواطنين إنهم قدر الإمكان الكلور بتوزع من وزارة الصحة يستخدموه، وفي نفس الوقت يتبعوا كل الإجراءات الاحترازية برضو في الكورونا. ومن خلال زيارات ميدانية رسمية ومتواصلة للتعرف عن قرب على مشاكل متراكمة لمحطات المياه بمحلية قولي، التزمت هيئة مياه الشرب بالنيل الأبيض بمعالجة القصور المستمر في إمداد المياه تلافيا لأمراض قد تحدث في أيام قادمة. الآن نحن في محطة مياه قولي، وذلك المشاكل التي تعوق تشغيل المحطة، وإن شاء الله يعني هي المشاكل بسيطة، هي مشكلة كهرباء، وحنتصل إن شاء الله بالمسؤولين في الكهرباء في الولاية وحتتم المعالجة، وإن شاء الله خلال أسبوع نشغل هذه المحطة حتى ينعم الإنسان بمياه نقية وطاهرة وصحية. ورغم قربها من نهر النيل تعاني هذه المناطق من شح كبير في الإمداد المائي، ما يحتم على حكومة الولاية المضي في توصيل المياه النقية للمواطن في وقت وجيز. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، قولي. في ختام النشرة المحلية هذا تذكير بالعناوين. وزارة شؤون مجلس الوزراء تشيد بالمبادرة الشعبية والأهلية للتعايش السلمي بولاية غرب دارفور. السلطات تقر بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس. سلطة الطيران المدني تمدد إغلاق المطارات الداخلية أمام رحلات الركاب الداخلية والدولية حتى 28 من يونيو. نهاية النشرة، إلى اللقاء.